مسلسلنا اليوم اسمه امتحان الشيرف. الشيرف طبعا عصام عبجي دايخ له ومالل وبده يتسلى، بس بشو بده يتسلى؟ ما حدا بيعرف. خلوكم معنا بالحلقه الاولى من امتحان الشيرف لحتى نعرف عصام عبجي بشو وبمين بده يتسلى. دايخ خلقي اليوم يا فوزي، مالي عرفان بمين بدي يتفشش. شيرف؟ امبارح حبسنا بشار اسماعيل والخوندي، جيب لك اياهم تتسلى فيهم شوي. لا لا لا، جاي على بالي الشنق اليوم. شنق؟ ايه، اولت امبارح شرقت غسان سلمان، بعدين مالك خايف على حالك من هذا الملعون النصاب عبد الفتاح مزين ينسفك شي تقرير يطيروك من وظيفتك؟ طيب قل لي شو اعمل؟ شو اعمل؟ رح اقول لك شيف، رح جيب لك المساجين تتسلى معهم شوي. ليك رأيك؟ ايه، نفذ رأيك. يلا شباب، يلا يا شباب نزلونا. نزلونا الله يخليك. انا اول. استنى، انا اول. انا انا اول. يلا على مالك، علي على مالك. خلصنا جولتنا الحمد لله، تعال نكمل امورنا جوا. لجوا شرف يا فضل. السلام عليكم. خلوكم معنا. وانت يا خاوندي؟ نعم سيدي. ليش هيك دقنكم طويلة؟ ليش ما حلقوا لكم؟ مع انهم قلت لهم يا حلقوا لكم. انا شو بدنا نعمل يا حضرة الشيرف؟ انتوا اخدتوا مسدساتنا منا. اخدتوا مسدسات بالحلاقة؟ بشو بدنا نحلق لك؟ بس بس وحوش وحوش. وانتوا ليش دقنكم طويلة؟ قلوا لهم يا حلقوا لكم. هلا بدنا نبلش الدرس الثقافي لهذا اليوم. وين الطباشير؟ طباشير؟ 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 شو يا فوزي؟ معقول؟ معقول انت بتجيبني على الدرس وما لك جايب الطباشير؟ يا حضرة الشيرف، كلمة على انفراد لو سمحت. على انفراد لو سمحت. امبارح كنت بسيرتك بإعجاب أنا وأخي المجرم خاوندي، فإجا هذا مساعدك فوزي قال إنه أنت غليظ وعبد الفتاح مزين شارف أكتر منك ومن أبوك. اسأله. صافف مع عبد الفتاح ضدي؟ معقول؟ فوزي أنت مع مين؟ معي ولا مع عبد الفتاح المزين؟ صدقني هذا كذاب على أمه وأخواته بكذب. لا تسألوا، أنا ما قلت لا تسألوا. حلفوا لشوف حلفوا. والطباشير؟ وين الطباشير؟ شاف الطباشير يعني غلط، تسامح. تخزيني قدام طلابي المساجين الطباشير؟ أعوذ بالله. شير، شايف الساحة؟ شو بقى الساحة؟ بدك الدورات من دورات على رجليك وعلى حصان على رجليك. شيف صدقني هذا كذاب. هي مشان الطباشير بس، مشان الثانية حسابها لحالها. بسيطة بسيطة. طباشير؟ هات الطباشير. لك انت اللي بتفش لي قلبي، انت مو هو هذا الطولان. انقلب السحر على الساحة وطلعت الطبشة براس مين؟ براس مساعد الشيرف فوزي بشارة. والمساجين مبسوطين وطاير عليهم، بس مساكين ما بيعرفوا شو مخبانه. خلوكم معنا نتابع الحلقة الثانية من امتحان الشيرف لحتى نعرف شو مخبانه.
بالحلقة الثانية من امتحان الشيرف رح يبلش عصام عبجي الامتحان تبعه الخطير كتير. مساكين المساجين أنا من جهتي زعلاني عليهم، ما عارفانين شو مخبالهم شو بده يصير فيهم. على كل حال في شيء كتير مهم وخطير رح يمرق بقلب الحلقة، أصحكم ما تنتبهوا له، ركزوا معي منيح وانتبهوا، ورح أرجع لكم مشان أعرف أنتوا شو فهمتوا وأنا شو فهمت. منلتقى بالحلقة الثانية من امتحان الشيرف. استاذ فراس، استاذ فراس الله يخليك، في معي طلب بس هيك لو يوقع لنا يا سيد الوالد اذا بتسمع. بشار افندي، اهم شيء يكون قانوني. قانوني طبعا قانوني. هاي بابي. هاي بابي، لو سمحت اتوقع لي هالطلب. هات لي شوف شو هاد. اذا نجحتوا بالفحص افراش. بابا انا رايح انا ورفقاتي على الديسكو. ايه موفق. لو سمحت تعطيني حصان سيدس شبح. لا 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 لا، هذا ما حدا بيركبه غيري. طيب اعطيني حصان سيدس التمساح. هذا لامه. شو روح انا مع رفقاتي بشو؟ خذ الاسود النملة. اوكي بابي. هاي باي. شيف بوس ايدك، نطع نفس الشيف، ما عاد عيد التوبة. ما كان بتجيبني عاد درس لهون بدون طباشير؟ سامر الجوجو جيب لي الطباشير وانت ما تجيبهم. شيف سامحني اخر مره، شيف ما عاد ادران. الله يوفقك. ما خلصت من دورات، ما خلصوا ومكملون. يعني ما في مجال شيف؟ ما في مجال نهائيا. بتمن لفات، بتمن لفات. الله يسامحك شيف. يا خاوندي. نعم سيدي. اللي يا خاوندي، شو هو موعد تولدك؟ استاذ ممكن تسهل لنا السؤال شوي؟ يعني السنة اللي ولدت فيها يا غبي. اها هي واضحة، واضحة 100%. انا ولدت سنة 1950. حلو، هي السنة مظبوط. بس السنة الجاية شو بيكون تولدك؟ رح يكون مواليدي 1951. حلو. ويلي قبله كان مواليدي 1949. شو؟ طلقة تانية. خاوندي قتلته يا مشرم. يا مسكين يا خاوندي، مو بس أخذ صفر وأخذ فوق منا رصاصة. شو؟ ما دخلني. اللي أنتوا فهمتوه خلوه لحالكم، بس بحب أوضح لكم شغلة كتير مهمة، إنه هاد شيرف عصام شيرف بلدتنا نحنا، بلدة لا تفهمونا غلط، نحنا اخترعناها، وإذا أنتوا فهمتوا شي فهي مشكلتكم وأنتوا اللي حتتحاسبوا عليها، أنتوا والمنتج تبعنا. على كل حال بالحلقة الجاية الامتحان تبع بشار إسماعيل، يا ترى بشار إسماعيل هل رح يكون مصيره مثل محمد خاوندي ولا رح يكون أفضل؟ انطرونا مشان نشوف سوا بشار إسماعيل. طبعا الشيرف عصام رح يستغل كل شيء عنده أسئلة صعبة مشان شو؟ مشان يوقع بشار إسماعيل. بس نحن ما بنعرف هل بشار إسماعيل رح يقدر يخلص حاله ولا لا. خلوكم معنا بالحلقة الثالثة من امتحان الشيرف لحتى نشوف بشار شو ممكن يساوي. الله يرحمه
هو اللي صفان. ميت وقليل أدب. إيه ما تبلع هالقعدة. الله لا يوفقك يا عصام عبشي لبحتي. لك إيه ما تبلع الضحكة. هاي باب. هاي الله يوفقك يا بشار. يلا يا بشار صار دورك. بشار. نعم استاذ. يلا على السبورة. على السبورة؟ ايه على اللوح يا لوح. طب شو هذا؟ انا مربوط استاذ. يا بتفكوني لحتى اهرب يا بتجيبوا السبورة لهون. شو هالحكي؟ جيبوا السبورة لهون. انا بفكوا انا. دخول السجن مو مثل خروجه. بدك تورجيني شطارتك بالاملة. شلونك بالاملة؟ شو؟ املة املة الاملة. ني خود ني هاي طبشورة كتب على اللوح يا لوح. تلألأ البوق في بورة ضوئه مشمئزا. نعم. تلألأ البوق في بورة ضوئه مشمئزا. استاذ ما اخذناها. شو ما اخذتوها؟ ما اخذناها. وحده اسهل لو سمحت. في عندي وحده اسهل. اكتب لكم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة. الو سيدي، هذا الشرف وصلت معه للأخير سيدي. عم يقول للمساجين لماذا تكأكأتم علي سيدي. جرع الأخير. شوف وضعه سيدي. هي أسهل بكتير. شو؟ أنا انتحرت يا خاوندي. شيل إيدك. ما هو شهر اسماعيل ما يكتبون هدول الجمل؟ ايه انا ما يعطوني اياهم بدون تمثيل وبدون شيء، ما بعرف اكتبون. ولا انتو كمان بتعرفوا تكتبون. صحيح والله، مين هذا اللي حكى معه فوزي بشاره؟ ابصر. شايف؟ الصحبة حتى بالموت. صباح الخير عصام. يا صباح الخيرات والليرات واللحمات والخضرايات. انا روحة عالصبحية انا ورفيقتي ولح اتأخر. روحي شو علي يا روحي؟ روحي روحي. بس قليلي شو طابختي لنا؟ انا كل يوم بدي اطبخ. عندك الاكل بالبراد سخنه بالميكرويف. باي عصومتي. باي حبيبي. باي يا ارض احفظي ما عليك. ضرب الصد مع ربي. شو عم تقول؟ الزعيم جاي؟ على كل حال عنا احداث كتير مهمة وكتير مثيرة. خلوكم معنا بالحلقة الجاية من امتحان الشرف. وبهالحلقة كمان رح تنقلب الأمور عكسية، بس هالمرة على مين؟ على الشيرف عصام ذات نفسه. رح يجي مين يسأله نفس الأسئلة الصعبة اللي كان عم يسألها لبشار اسماعيل وللخاوندي، ورح يستغل الفرصة كتير منيح لصالحه عبد الفتاح مزين يلي هو المرشح الدائم لمنصب الشيرف قدام عصام عبجي. تابعوا معنا الحلقة من امتحان الشيرف لحتى نعرف مين رح يسأل ومين رح يفوز. خلوكم معنا. خاوندي قوم قوم. يا زعيم. الزعيم جاي. يا هلا يا هلا بالزعيم. يا هلا بالزعيم. يا هلا يا هلا يا هلا بالزعيم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا حي الله بالزعيم. قوموا استروني. قوموا اتركنا ميتين ومرتاحين منك. خلاص طلعتوا براءة. نجحتوا وطلعتوا براءة. انتوا قوموا استروني. قوموا.
راح تطالعنا من الحبس؟ طبعا براءة بشار براءة. واحد اثنين ثلاثة. يا يلا على محلاتكم على محلاتكم. يا سيدي ريحه الكلونيا دائما كلونيا على زيزفون والريس. صدقت يا سيدي. كيفك يا عصام؟ قيام. طمني نشاطاتك اليوم شلونها؟ كل شيء تمام. اليوم في عنا درس املا كان للمساجين حسب توجيهاتكم بمحو الاميه سيدي. مين كان اذكى مسجون عندك؟ طبعا عندي بشار اسماعيل. تعا يا بشار، تعا يا حبيبي تعا. اهلا وسهلا فيك يا سيدنا، نحن كثير مبسوطين. يا جماعه أنا أول ما بلشت صير لص وحرامي عرفتوا لهالإنسان كان بنجمة وحدة بيخزي العين. إن شاء الله ألف مبروك على النجمة الثالثة يا سيدنا. برافو برافو على قوة ملاحظتك. لك الله يدملنا إياك يا سيدنا. وحابب نقول لك تحيات إخوات اللصوص يلي معي بالسجن لأنه كتير معجبين فيك. آخر نشاطاتها؟ آخر نشاطاتي سيدنا، أنا وصديقي اللص الكبير الأستاذ قاوندي سرقنا البنك بالمدينة هون. وفت معه؟ نعم سيدي. شو الأسئلة اللي سألتوها اليوم يا ابني؟ من تمه أحلى لهالكحلة. شو السؤال اللي سألتن يا عصام؟ سؤال سهل كتير. كان عنا درس إملا قلت لهم اكتبوا لي ذهب الولد إلى المدرسة. لا سيدي لا تصدق. مو صحيح. لا شو الحكي يا عصام؟ تركه يعبر عن شخصيته. سيدي قال هو قال له لبشار اسماعيل قال اكتب لي على الغايب. تصور سيدي قال بده يكتبها بشار على الغايب. سيدنا هذا كذاب. هون إنسان كتير رائع ومحبوب من قبلنا. ما عندنا عالم بهالشي. شفتي سيدي؟ يا عصام فرجيني شلون بتنكتب هالجملة، لأنه بتعرف بدنا نقلع عين المغردين اللي عم يطقطقوا لك ألف برغي كل يوم. فرجينا. نعم فرجينا تشرف كتبها. حاضر يا سيدي. ذهب الولد إلى المدرسة. لا مو ذهب الولد إلى المدرسة، تكأكأتم على ذي جنة. تبي أنا شوف أنت شاطرة حساب. أنا بعرف بكتبها. إيشو بدك تدمرني أنت؟ بدي أوصف قدام الزعيم. أي شايف سيدنا؟ شايف شلون بيقوصني دائما؟ هي لازم تاخدوها بعين الاعتبار بالانتخابات الجاي. ناخدها بعين الاعتبار بالانتخابات الجاي وقت بتغير ريحة الكالوريا تبعها. حاضر سامر، هاتك شجار ينام عليها مشان بدي موت، مشان بدي صحة وعي. عصام ناولني واحدة تانية طلقة. وهيك أي 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 مات سيدنا مات. سيدي طالما خلصنا منه على خير وسلامة، شو رأيكم تتفضلوا معنا على الغداء؟ تفضلوا سيدي. شرف. حضرة الشير، ونحن كمان أنا وصديقي الخاوندي معزومين معكم على الغداء. طبعا ما أنتوا طلعتوا براء. طيب في إلنا طلب قانوني وبسيط عند الزعيم. شو هو؟ يعني لما بتدخلونا على السجن إلا تشلحونا مسدساتنا. مشان شو؟ مشان نحلي ذقنا. عشان تفضلوا. Come on my friend. شوف ما بدي اتغدى معه؟ ليك؟ اها بيظهر الحلقة خلصت. طبعا كلياتنا بنعرف المثل اللي بيقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وهذا اللي صار مع عبد الفتاح مزين المرشح الدائم لمنصب الشرف. على كل حال ما تستغربوا، هذا الشيء رح يمرق كثير معنا بالحلقات. فهمتونا غلط باللي مرق، نحن مو ذنبنا، هذا ذنبكم انتم قلتوا تتحاسبوا عليه. احنا ما بنقصد في حدا ولا بنقصد في شيء. على كل حال اسرة بلدة لا تفهمونا غلط بوجهوا لكم احلى تحية. وصلنا خلاص، باي باي. شو هاد؟ شلون بدك تطلع براءة لكان اذا مالك مثقف؟ شلون فهمني؟
كل عمرك متحطط علي يا حضرة الشرف. تلألأ البؤبؤ في بؤرة ضوئه مشمئزا. تلألأ البؤبؤ في بؤرة ضوئه. ما فهم شو عم بحكي. في عندي واحدة أهين هلأ بعطيك إياها، طول بالك. ما لكم تكأكأتم، ما لكم تكأكأتم. قتل حالي. أنا انتحرت يا خاوندي. أخذيني إيدك. خمسة أربعة شيء جدية أنا انتحرت يا خاوندي، شيل إيدك. وبيكرهوا لسيادة الشرف. شرف؟ شرف اسمه سيدي؟ شرف، نعم سيدي. الله لا يشرفني. دا هلا بنقول للأسئلة تبعها.